بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. احيانا بتجيلي رسائل خاصه من مشاهدين ومشاهدات البرنامج، في معظمها تقريبا يعني بيبقوا يعني عايزين يسالوا اسئله محرجين يحطوها على جروب البرنامج قدام ناس كتير، وبعضها بيبقى شكر ومدح في البرنامج وكلام كده يطري على القلب الحزين احيانا، وبعض الرسائل بتيجي ساعات تخبط فيها شمال، وارد طبعا. انما الحقيقه في رساله اعتقد ان هي تستحق اني اعرضها على حضراتكم، وصاحبتها بعتها عشان تفكر معانا بصوت عالي وتعرض وجهة نظر محترمة تتماشى مع فكر برنامجنا، وهو اننا الحقيقة ان احنا ما بناخدش اي كلام غير لما نفنطه ونفكر فيه ونشوف مدى صحته من عدمه ومدى تأثيره. وهي الحقيقة يعني قالت كلمة على البرنامج، قالت ان هو من الاكتر البرامج اللي بتخاطب العقول المتزنة. هي بعت الاول بتقول: اسمحي لي اديكي نبذة بسيطة عن مرجعيتي الدينية حتى لا يفهم الكلام انه خارج من حد متربص بالمتدينين او يتاخد على انه هجوم او انتقاص منهم. وقالت ان هي من عيلة مسلمة متدينة تدين الفطري، ولا تربوا على دروس الشيخ الشعراوي وقراءة الامام الغزالي. والدها كان من الناس اللي بيتندروا عليه، يقعدوا كده يتحكوا كده لانه كان قعد سنين مش عارف الفرق بين نيلي وشريهان، لانه كان بيصلي يعني وقت التراويح كان بتيجي في وقت الفوازير فعمره ما شافها. هي قابلت قاعدة عايشة هي برة وما بتنزل اجازة، فبتقول ان هي قابلت كم موقف كده من سيدات منتقبات، والحقيقة هي لا تنتقص من قيمة النقاب. وفكرة ان انا بعرض الرسالة دي ليس لها اي علاقة يعني بفكرة النقاب او المنقبات، وانا كذا مرة يعني اتكلمت وحكيت وان منهم صحابنا وان منهم ناس الحقيقة يعني ما فيش فرق بينهم وبين اي حد في التفتح او في الدماغ او في التفكير او في الفكر او كذا، لكن يعني موقفين وهي بتقول رأيها فيهم، واحنا بندي بنحب الناس اللي بتفكر. يعني فكرة انه حد بيفكر وبيفنط وبيفند الموضوع، ايه المشكلة ما هي يعني تفكر فيه. فهي كانت بتقول يعني انه اذا كان النقاب يعني ده فضل وترتدي من تريد التقرب من ربنا سبحانه وتعالى، فلتتقرب طبعا بلبسها وفي افعالها كمان. انا حاول اختصر الرسالة بقدر الامكان بما لا يخل المحتوى. هي بتحكي ان الموقف الاول كانت في عيادة الدكتور، وفي العيادة الناس طبعا بيبقوا قاعدين منتظرين دورهم، واحيانا العيادة بتبقى زحمة بالضرب، والممرضة فتح لهم التلفزيون قاعدين بيتفرجوا على الفضائية المصرية، بتقول كان في اغنية وطنية او حاجة كده. الممرضة قامت دخلت يعني للدكتور جوه، فالسيدة الفاضلة المنقبة قامت بمنتهى الثبات والناس كلها قاعدة، قامت قافلة التلفزيون ورجعت قعدت مكانها تاني من غير استئذان يعني او مراعاة للناس اللي قاعدين بيتفرجوا. موقف تاني كانت بتصلي التراويح في الجامع، ففي شوية بنات قاعدين شابات كده قاعدين بعد الصلاة بيندهوا لبعض، فقامت واحدة من السيدات برضو يعني ملتزمة بالنقاب، قامت وبختهم على لبسهم اللي هم لابسينه، ان هم يعني تقريبا لابسين كاجوال او حاجة ولازم يلبسوا حاجة عباية او شيء من هذا القبيل، وقالت لهم كمان ان هم ما يصحش يندهوا لبعض بأساميهم كده عادي، لا لازم يبقى فيه كنية او يعني يقولوا ايه يا ام فلان او ام علان، لانه حرام اسم البنت يطلع كده. وبعدين عقبت انه يعني لا طبعا احنا ما شفناش وش البنات دول تاني في الجامعة. في نهاية الرسالة هي كتبالي: اسمحيلي ايه يعني اعلق على المواقف دي وارجوك يا دعاء تسمعي رأيي للاخر. هي بتقول: انا مش ضد النقاب طبعا، ولا ده مجال اقول هو فرض ولا فضل عادة ولا عبادة، لان في شيوخ كتير اقدر مني بمناقشة الموضوع ده. اتنين: بالنسبة للمنتقبة الاولى اللي في العيادة، هي عملت كده من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، او من باب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. ومعلش ركزي يا دعاء معايا في الحتة اللي جاية دي، أنا من قراءاتي المتواضعة لشيوخ أجلاء تتلمذوا على يد الشعراوي والعدوي وغيرهم ممن أناروا عقول وقلوب مظلمة لم يعرف الإيمان إليها طريق إلا عن طريقهم، أن كلمة ذلك في الحديث الشريف هي اسم إشارة يعود على البعيد، أي أنه ذلك أضعف الإيمان تعود على اليد، ما بتعودش على القلب اللي هو تقال آخر كلمة، يعني اليد أو اللسان أو القلب في الآخر. فقالت لو كان يقصد القلب كان قال وهذا أضعف الإيمان، اللي هو هذا اللي هو لسه متقال دلوقتي. وإن هي بتقول إنه يعني وإلا فكان هذا وهذا أضعف الإيمان، وإنه الرسول عليه الصلاة والسلام
كان يعني بيقول له حديث انه الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ويعني مش معقوله يبقى الايمان وقر في القلب ويطلع اضعف الايمان هو القلب. وفي دليل تاني انه يعني احنا ما سمعناش انه الرسول عليه الصلاه والسلام امر الناس بهدم الاصنام او تكسيرها، ولكن اماتها في قلوب الناس اولا فاصبح وجودها زي عدمه. يبقى القلب عمره ما كان اضعف واليد اقوى كما يفسر الكثير، يعني بل العكس هو الصحيح. وانا على فكره يعني تواصلت مع يعني فضيله الشيخ اشرف الفيل، ويعني قال لي الكلام ده فعلا في يعني التفسير ده موجود. اما بقى المنتقبه اللي بتستنكر ان احنا ندعو بعض باسمائنا وانه لازم يكون في كنيه، فأحب أذكرها بأن احنا عرفنا أسماء زوجات الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه في سورة كاملة في القرآن باسم السيدة مريم يعني رضي الله عنها، بل أكثر وأكثر أنه صاحب الفكر الذي ينتهجه المتشددون بيدعى ابن تيمية، يعني على اسم والدته أو مربيته، وقليل من يعرف اسم أبوه أو اسمه هو. وأخيرا هي بعت رسالة صغيرة لأي حد يعني في ملبسها، يعني ممكن تكون كاملة من مجاميعه زي ما هم مثلا شايفين منتقبة، يعني فبتقول عاوزة تلبسي النقاب طلبة شايفة إنه هيقربك من ربنا وهيعينك على نفسك وشهوتك في الظهور أو اللبس، بس إياكي وغرور الطاعة. ودي كلمة يعرفها كثير من الفقهاء، لأن هي سبب لطرد إبليس من رحمة ربنا بعد ما كان طاووس الملائكة، بمعنى إنك تفتكري إنك لما لبستي النقاب إنك أفضل من فلانة ولا علانة. انت شايفة انك بتطيع ربنا بالطريقة دي، واحدة تانية شايفة ان طاعتها في انها تتصدق وتساعد المحتاج، واحدة تالتة شايفة ان طاعتها في انها تكف اذاها عن الناس، ولو عاوزة تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر فيكون ده في اللي ليكي سلطة عليه في وسط بيتك وفي وسط ولادك، انما حتى ما ينفعش في بيت جارتك ولا جارك، وبالتالي في العيادة ما ينفعش حد يدخل يعني يعمل كده بإيده. أنا طولت دعاء بس معلش الموضوع مستفزني قوي، وكل سنة بنزل أجازة لما بلاقي الموضوع ده بيزيد. ونسيت أقولك أني يعني في مرة كانت جارتها يمنية، كل الجيران بيقولوا لها يا أم عبد الله، ولما تعرفت عليها وبقول لها ازيك وازاي عبد الله، فقعدت تضحك وقالت لها لا أنا مش مخلفة، أنا متجوزة بقالي 5 سنين ومش مخلفة. فدي من عوايدهم إن الواحدة يكنولها باسم أي حد إلا باسمها، فده موضوع عادة وليس عبادة. هي الرسالة خلصت، اسمها شاهيناز عبد اللطيف غالبا، قفلتها لي أنا. المهم انه شاهيناز، انا الحقيقه انا اديت بس فكره انه مجرد التفكير في الاراء او المناقشه في بعض الناس بتاخدها علينا، يعني بعض الناس تقول لك انت بتطلعي ليه وبتسالي ليه وبتناقشي ليه، والشيخ يقول لك خدي الكلمه وخلاص، وبيزعلوا مني ان انا بنطلع نناقش. فلما بلاقي ناس الحقيقه بتقعد تفكر وتفند وتدور وكده، هو ده يعني ما اعتقدش انه ده يعني في تطاول او في تعدي على يعني على شيوخنا الأجلاء. فكرة إنه إن إحنا نفكر وندور ونجتهد ده ليس فيه أي تعدي. أنا بحترم كل الآراء وبحترم شيوخنا الأجلاء وأراهم على راسي من فوق، وفكرة إنه إحنا بس يعني ناخد وندي مع بعض ده للتذكرة وللبيان وللتوضيح وللاطمئنان. احنا النهاردة معلش طولتوا عليكم، النهاردة عندنا هنكمل ملف أخلاق الأنبياء. احنا النهاردة بنتكلم عن كليم الله موسى عليه السلام اللي حياته كانت زاخرة ومليانة بالمعجزات والعبر. هيكون معانا فضيلة الشيخ أشرف الفيل اللي حضرتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوه أي سؤال، بس بعد فاصل قصير.